الذهب يا سيدي مش واقف له على حال، وهو هو الذهب، هو هو الدولار الآن ليست حالة استقرار. وزي ما بقول لكم كده مسرحين ناس، يقول لك الذهب ب 2800 مش عارف ايه، والاسعار كده هبوط حاد في اسعار الذهب والكلام ده كله، ويطلع يقول لك الجرام ب 3550 والكلام الكلام اللي هو ايه. انت اكيد فهمت المقصود، اكيد فهمته. لما الذهب، لما الدولار يستقر يبقى الذهب يستقر. ما هو الذهب بيتم تقييمه بناء على سعر الدولار، لان الذهب دي سلعه عالميه، فاحنا بنقيم الدولار بكام وبناء عليه بنقيم سعر الذهب. فلما يستقر الذهب، لما يستقر الدولار يبقى استقر الذهب. اوعى حد يوز في عقلك ويقول لك الكلام اللي هيقوله لك دلوقتي اللي هو ايه؟ سيواصل انخفاض، ده الكلام اللي هو بيشتغل عليه بقى. هو عايزك ايه حضرتك؟ يقول لك ان الدولار هيقع والذهب هيقع. فانت المره اللي فاتت رحت اشتريت بالفلوس كلها ذهب، اللي معظم الفلوس اللي طلعت من ارباح شهاده 25% الناس راحت جابت بيها ذهب، فعايز يقول له ايه؟ الذهب هيقع، فروح بقى بيع. ده كلام اهو الراجل بيقول لك الاسعار دي مش حقيقيه، غير حقيقيه، الكلام ده مش حقيقي. يعني حضرتك روح تاني اهو ب 3400 روح اشتري. يا عماد ب 3400 اشتري؟ روح اشتري يا سيدي وقابلني بعد شهر. بيستدرجك للتصريحات الرسميه اللي هتسمعها دلوقتي. ده اللي هتسمعه دلوقتي ده مع الاستاذ الاعلامي المبجل لسان الاجهزه في مصر، مستشار التموين للذهب. هيقول لك ايه؟ اللي يقول لك عليه اعمل عكسه. اسمع. لا طبعا النزول ده طبيعي جدا جدا، ويمكن انا قلته ساعه ما كنت مع حضرتك. نعم. ان الاسعار اللي احنا فيها غير واقعيه وارتفاعات غير مبرره، لان سعر السير بالنسبه له هو 2900 و2800 كمان. دكتور ناجي السعر الطبيعي كام؟ 2900 2800 ده السعر اللي يعتبر فير بالنسبه للذهب على الوضع. وطبعا مع قرب موافقه البنك الدولي، الاتفاق مع البنك الدولي والبنك المركزي لما رفع الفائده 2%، ده كان له تاثير ايجابي جدا. وطبعا مع تراجع الدولار. لا الفائده دي اثرت على الذهب؟ طبعا اكيد اكيد طبعا اكيد. احنا بننصح بما يرضي يعني بما يرضي الله. يا جماعه الاسعار دي مش حقيقيه، الاسعار دي مش واقعيه. مش هو ده سعر الذهب. فحضرتك بتقول النهارده مش وقت شراء على الاطلاق؟ لا 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 طبعا اكيد، يعني لسه معانا ولسه، يعني المفروض ان هو مش هيزيد ابدا عن 2800 2900 يا جماعه. ده تصريح رسمي يبقى احتفظ لنا بيها يا استاذ منصور الله يكرمك، حط عندك في المحفوظات. الذهب من 2800 ل 2900. نفس الراجل اللي طلع مع احمد موسى من كام سنه كده قال له الدولار ايه ب 7 جنيه، هتقول له مش لازمني، روح على مؤاخذه احطه في حته ثانيه. الذهب ب 2800 ل 2900. طب والله مش عايز اروح للمساحه دي، بس يعني يعني محتاج اقول شويه الفاظ يعني صعبه شويه. هقول اكثرهم تهذيبا، انت كاذب، انت كاذب وانا اتحداك. ولو احنا يعني في مصر كده هتقول لك تراهني. طب تراهني قدام المشاهدين اهو، تراهني قدام المشاهدين، اراهنك على اي حاجه، اراهنك على اي حاجه ان وصل الذهب للرقم اللي انت بتقول عليه ده اللي هو يبقى ب 2800، اراهنك على اي حاجه. طلع مع خلص احمد موسى، طلع عند لميس برضه يقول لها انه الدنيا هتنخفض ويعني ما حدش يشتري الفتره اللي جايه دي. توقعاتك ايه؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هيوصل، يعني هنوصل لغايه 2900. يعني الجنيه الذهب برضه هيبقى بكام؟ هو ده اللي بنسعر عليه. يعني هو حاليا 27 و200، هيبقى حوالي 25 ونص. طيب خلينا نشوف ماذا يحدث. بتسعروا الذهب على كام دلوقتي؟ ما انا قلت لحضرتك الذهب من فبراير 22 لا يتم تصديره ولا استيراده، وهو كل اللي بيأثر في اسعار الذهب محليا هو القوه الشرائيه، وانت حضرتك عارفه ان المصريين كانوا بيقبلوا بقوه.